فما أقسام التطوع وما الفرق بينها؟ التطوع في الصلاة قسمان: تطوع مطلق وتطوع مقيد. والمطلق قد تكون النية فيه محدودة بعدد الركعات كواحدة أو ثنتين أو أكثر، وقد تكون مطلقة بدون عدد كأن ينوي أن يصلي لله، وهو حر في التسليم بعد أي عدد يصليه من الركعات كما قال النووي. والتطوع المقيد بركعات معلومة ينقسم إلى ما كان تابعا للفرائض كسنة الفجر، وإلى ما هو غير تابع للفرائض مثل صلاة الضحى، ولكل من ذلك حكمه، والله أعلم.